بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أرحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المتواصلة ضمن فعاليات المحلي الثاني. ننطلق باندفاعات الشوط الرابع لفئة الثنايا القعدان. العمانيات ينطلق من مسافة الأربعة كيلو أو الخمسة كيلومترات، نتابع المنافسة والتحدي في مسار وانطلاقة أشواط الكبار. نتابع المنافسة وتحديات هذه الشعارات المنطلقة الباحثة عن الناموس وعن الانتصار. نبدأ مع البداية ومع الصدارة مباشرة. أول الأسماء يتواجد سلهود لفيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل، ينطلق مباشرة في أول المراكز، بينما المركز الثاني أتابع القادم مرحب لمحمد بن حمد بن صريع الشهواني، يتواجد مشاركا في هذه المنافسة مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع القادم هنا تهمانة لهجن السيلية، يتقدم مشاركا بهذا الشعار الكبير والمميز مع تهمانة الذي ينطلق في هذه المشاركة المميزة. المركز الرابع نتابع شهلول لراكان بن علي بن مسعود بن علي المجدور مشاركا في هذه المنافسة المميزة، يتقدم مع اندفاعتي وتحدياتي شهلول على المركز الرابع. المركز الخامس القادم والمتواجد هنا في مشاركته ضاوي لراشد بن سالم بن حاكم المالكي، يتواجد هنا في هذا التحدي باندفاعتي وتحدياتي ضاوي على المركز الخامس. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى التي تنطلق وتسيطر على دائرة النداء والإذاعة بأو نداء أتممت على مسامكم بالوفاء والتمام. نتابع هذه المنافسة مع هذه التحديات الكبيرة في هذا العالم الساحر، في هذه المنافسات المميزة مع هذه الشعارات الكبيرة والأسماء المميزة التي تشارك على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. نتابع هذا الشوط، نتابع شوط العمانيات، نتابع هذه المنافسة المميزة مع هذه الشعارات الكبيرة. نعود مباشرة مع البداية، نعود مع صدارة الشوط، مع انطلاقة وتحديات هذا الشوط بهذا الانطلاق المميز. يتواجد سلهود لفيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل مع البداية غائدا لمجريات هذا الشوط، ومندفع مع البداية متربع على عرش الصدارة باندفاعة وانطلاقة سلهود على المركز الأول، بينما المركز الثاني القادم والمتواجد الحذر بأول نداء وصل الحذر باندفاعته بتواجد شعار خميس بن محمد بن خميس بن عويض المريخي مشاركا في هذه المنافسة، يقدم لنا عطاءات الحذر على المركز الثاني، بينما المركز الثالث أتابع هنا تهمانة قادم بشعار هجن السيلية بشعار اللورد، يتقدم مشاركا، بينما هنا التغيرات التي جرت وطرت على المركز الثالث. نتابع القادم والمتواجد في هذه المشاركة، يتقدم عزم لسالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي مشاركا في هذا اللحظات، معزم بأول نداء مباشرة وصل إلى موقع التحدي والمنافسة. المركز الرابع تهمانة لهجن السيلية يتقدم مشاركا، بينما المركز الخامس ضاوي لراشد بن سالم بن حاكم بن سعيد المالكي. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس النجوم المنطلقة والمتواجدة في هذا المسار المميز، في هذا التحدي الكبير، في هذا الشوط المميز، شوط العمانيات الأصايل. نتابع هذه المنافسة، نتابع هذه الشعارات الكبيرة التي تشارك هنا باحثة وطامعة في ناموس هذا الشوط. نتابع ونستمتع بهذه المشاركة مع هذه الشعارات الكبيرة والمميزة في هذا العالم الساحر، في هذه التحديات المميزة. نعود مع صراع المقدمة وتحديات الصدارة، هنالك الصدارة مع الحذر وحذاري من الحذر الذي تسلل مباشرة وانطلق في صدارة هذا الشوط باندفاعة خميس بن محمد بن خميس بن عويضه المريخي، جاء بهذه اللحظات إلى الصدارة وإلى المركز الأول. سلهود، يا سلهود حاضر ومتواجد هنا، سلهود ومشاركا بشعار فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل يتقدم في هذا التحدي. تهمانة على المركز الثالث متواجدا بمشاركته بشعار هجن السيلية يتقدم في هذا التحدي، يتقدم
تتقدم بهذا المسار الكبير، بينما المركز الثالث أتابع الاسم القادم والمتواجد شاهين هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجي، وصل بأول نداء مباشرة مع هذه التحديات الجميلة، وصل في هذا الانطلاق مميز شاهين. بينما المركز الرابع القادم فتيل علي بن عبد الله بن حمد آلف هيده المري، وخامسا أتابع المشاركة والتحدي باندفاعة حيزان سلطان بن غباش بن خلف الشمري، ينطلق مع المركز الخامس. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء الكبيرة، للخمس الشعارات المميزة. ولكن نعود مع صراع المقدمة، شاهين المظفري في صدارة هذا الشوط، ولكن تهمانة حاضر متواجد مع المركز الثاني بشعار هجن السالية، اللورد حاضرا ومتواجدا في هذا المسار المميز على المركز الثاني. وثالثا فتيل علي بن عبد الله بن حمد الفهيدة، ورابعا اندفاعتي وانطلاقتي سلهول لابن عقيل. ولكن الله الله الله، شاهين المظفري ما زال مع البداية، هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري، تهمانة هجن السالية غادم وحاضر يريد ان ينتهي زعنا موس هذا الشوط. تهمانة وشاهين والتهمانة اللحظات الأخيرة، المظفري ما زال صامدا في معركة هذا الشوط، ولكن تهمانة يحاول أن ينتزع الناموس اللحظات الأخيرة. شاهين تهمانة، ولكن تهمانة يحقق هذا الإنجاز بشعار هجن السالية. تهانينا وألف مبروك، جود مورنينج لللورد على هذا الإنجاز. تهانينا والناموس المركز الثاني. وصل شاهين وقدم أداء متميز لهزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري. المركز الثالث فتيل لعلي بن عبد الله بن حمد الفهيدة، المركز الرابع سلهود لفيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل، المركز الخامس مولع لمحسن بن عبيد بن سالم الفهيدة المري. هكذا مشاهدينا ومستمعينا الافاضل، تابعتم معنا شوط القعدان العمانيات في هذا المسار المتميز. فجاء تهمانة حاضرا ومتواجدا كعادته يحقق الانجازات، جاء بتوقيت زمني وغدره 7 دقائق 49 ثانية 94 جزء من الثانية. تهاني والناموس لهجن السالية على هذا الانتصار. المركز الثاني شاهين 7 دقائق 50 ثانية 16 جزء من الثانية. تهاني والناموس لهزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري على فوز شاهين في المركز الثاني. المركز الثالث جاء فتيل 7 دقائق 53 ثانية 24 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن عبد الله بن حمد الفهيدة المري على